الصينية تولي اهتماما بالغا بإحياء العديد من الأنشطة ليس في مجال الثقافة أو السياسة فقط، إنما في مجالات مختلفة لاحتفال بهذه الذكرى الجميل للبلدين. فهناك هذه السنة ستشهد العديد من الزيارات هامة من مسؤولي قطاعات أو وزارات أو دولة، من مسؤولي دولة من مختلف المجالات لزيارة المغرب وتوقيع العديد من البروتوكولات تبادل والتعاون. أنا أعرف الآن هناك إعداد مكثف لهذه الزيارة. من ناحية أخرى يعني هناك مشاريع تجارية سيتم طرحها بين البلدين للحصول على نتائج مرضية للجانبين، وتأتي هذه المشاريع بفوائد للشعبين. وأنا أختص طبعا في مجال الثقافي، فهذا العام سيكون عام زاخم بأنشطة ثقافية وتظاهرات ثقافية. هناك عديد من المؤسسات مغربية تدعو الصين كضيفة شرف للمشاركة في الفعاليات والتظاهرات الثقافية التي ستقام في هذه السنة في المغرب. وأيضا الآن نحن كسفارة نعيد مجموعة من الأنشطة الثقافية احتفالية بمناسبة حلول عام الصين الجديد في منتصف هذا الشهر، ولذلك سنجد هناك كثير من الأنشطة الثقافية مفتوحة لعامة الناس، وكلها معظمها يعني مجانا، كعروض لفن فرقة رقص الحديث في بكين، واحتفالات في فضاء مثلا لفنون عديدة، كفنون العروض، فنون أكروبات، ألعاب الصينية، الأكلات الصينية، حرف يدوية الصينية، بمشاركة مع بعض الفرق والمؤسسات المغربية. فهذه الأنشطة تقام في الرباط، وأيضا في دار بيضاء، وأيضا هناك أيضا معرض لفن التشكيلي وخط الصيني في مكتبة الوطنية، ومشاركة الصين أيضا في معرض الكتابة الدولي الذي سيفتتح بعد عدة أيام في دار البيضاء، وبالتعاون من السفارة والجاليات الصينية وفرق الوفود القادمة من مدينة تشانغدو في الصين، سنقيم بالتعاون مع فندق حياة ليلة للمأكولات الصينية، التذوق بالمأكولات الصينية احتفالا بقدوم السنة الصينية الجديدة. أعتبر هذا بداية زاخمة، بداية يعني مكثفة للأنشطة الثقافية لعام ثقافي أو عام الصين المغربي الذي نحتفل به لمناسبة ذكرى 60 لهذه العلاقة الدبلوماسية، التي أنا دائما أرى هي علاقة ليس فقط دبلوماسية، إنما هي علاقة شعبية، ليس فقط 60 عام، إنما هي امتدت منذ قدم حتى وقت الحاضر.